انا شايف ان خلاص شبه يعني نسبه كبيره خلاص النادي الاهلي خلاص حسم الدوري، مش كمان ان النادي الزمالك يعني بعد بالاربع خسارات اللي ورا بعض دي، فاعتقد الموضوع هيبقى صعب. بس اتمنى ان نادي الزمالك يتدارك الموقف ويبتدي يلعبوا تاني ويلعبوا على المكسب. بس اعتقد الدوري ان هم ياخدوا الدوري السنه دي هيبقى صعب، بس اعتقد ان هم حسنوا بس من المركز، عشان دلوقتي في مركز متراجع، مش ده يعني نادي الزمالك يبقى نادي كبير، ما ينفعش يبقى في مركز زي ده. فاعتقد يعني ان الاهلي بشبه كبير النادي هو النادي الاهلي هو خد الدوري يعني.